أهلا بكم إلى الأخبار من الميادين وفي عناوينها. شرطة الاحتلال تقمع الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، والكنيست يصدق بقراءة أولية على قانون عقوبة الإعدام بحق المقاومين الفلسطينيين. الدفاع الروسية تعلن صد هجوم مكثف بطائرات مسيرة تابعة لكييف على شبه جزيرة القرم. طهران تطرد دبلوماسيين ألمانيين على خلفية تدخل برلين في الشؤون الداخلية، وتؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أردوغان يعلن أن الانتخابات الرئاسية التركية ستجرى في موعدها في أيار مايو المقبل، ويتهم المعارضة باستغلال كارثة الزلزال. شهد كيان الاحتلال تظاهرات ضخمة رفضا لمشروع قانون تعديلات قضائية تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لإقراره، وشهدت التظاهرات مواجهات غير مسبوقة بين المستوطنين وقوات شرطة الاحتلال، تحولت إلى اشتباكات عنيفة واعتقالات في صفوف المحتجين. هذه التطورات دفعت رئيس الشباك السابق إلى وصف حكومة نتنياهو بالإرهابية التي قد تقود إلى حرب أهلية في غضون أسابيع، فيما دعا منظمو التظاهرات إلى احتجاجات أخرى أمام مقر إقامة نتنياهو. المواجهات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين أوقعت إصابات في صفوف المستوطنين بعدما استهدفتهم الشرطة الإسرائيلية بقنابل صوتية وقنابل مسيلة للدموع، فيما داست خيول الشرطة الإسرائيلية على مجموعات من المتظاهرين أثناء قمع الاحتجاجات. ونقل الإعلام الإسرائيلي عن منظمي التظاهرات أن على قائد الشرطة إقالة المسؤولين عن إلقاء القنابل اليدوية ودوس المتظاهرين بالخيول، وأضافوا أن الشرطة مفلسة وتحولت اليوم إلى شرطة سياسية. هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن يوم عاصف في الكنيست فيما يجري التصويت على بنود الإصلاح القضائي. وفي احتجاجه على الإصلاحات وصف رئيس الشباك السابق يوفال ديسكين حكومة بنيامين نتنياهو بأنها ليست حكومة يمين كلي، إنما هي حكومة إرهاب كلي، وقال محذرا: نحن قد نصل إلى حرب أهلية في غضون أسابيع. هذه الحكومة البائسة نجحت في دهورة أمننا القومي في غضون شهرين إلى أدنى مستوياته. هذه ليست حكومة يمين، إنها حكومة إرهاب كاملة في غضون أسابيع معدودة. قد نصل إلى حرب أهلية. فيما الحكومة الإسرائيلية ماضية في إقرار مزيد من البنود في خطتها لإدخال تعديلات على المؤسسة القضائية، تتوسع دائرة الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي عليها. احتجاجات تخطت المستويين المدني والاقتصادي، واجتازت أسوار الجيش الإسرائيلي مع تزايد الأنشطة الاعتراضية التي يقوم بها جنود وضباط في تشكيل الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من وحدات وأذرع حساسة كالشباك والموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو ووحدات النخبة. هناك غليان عميق وحقيقي في أوساط عناصر الاحتياط، وقد شاهدنا ذلك طوال الأسابيع الأخيرة، والأمر يزداد زخما بسبب إحباط عميق. هذا خطر على الجيش الإسرائيلي وعلى المجتمع الإسرائيلي أيضا. هذه لحظة اختبار للمجتمع الإسرائيلي وليس للجيش، ولا سيما للحكومة فحسب.
مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون وحاليون أبدوا قلقهم من مدى تأثير حركة الاحتياط الاحتجاجية على فعالية الجيش الإسرائيلي وتماسكه، وحذروا من أن الجيش يمثل أمام أزمة الاحتياط الأخطر منذ حرب تشرين أكتوبر من عام 73، مع توقيع الآلاف في خدمة الاحتياط عرائض يحذرون فيها من أنهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا مرت التعديلات القضائية. يوم جديد وعريضة جديدة، وللدقة عرائض جديدة يوميا، وهذا يقلق جدا رئيس الأركان والضباط برتبة لواء. ونحصل على قلق عميق جدا في الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو وشعبة الاستخبارات ومنظومات إضافية. الأمر ينتشر ويقلق جدا رئيس الأركان. وفيما أشارت مصادر عسكرية إلى أن الوضع الحالي يحمل في طياته تهديدا وجوديا محتملا على إسرائيل، رأى آخرون أن القلق الكبير في هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي حاليا ليس إيران أو انتفاضة فلسطينية، إنما تفكك الجيش الإسرائيلي، وأن دعوة رئيس هيئة الأركان العامة هيرتسي هاليفي للحفاظ على وحدة الجيش الإسرائيلي فيها نوع من الانفصال عن الواقع، لأن السد انفجر وفقا لهم والنزاع تغلغل إلى داخل الجيش الإسرائيلي. لمزيد من التفاصيل معنا من القدس المحتلة مراسلة الميادين الزميلة هناء محميد. مرحبا بك هناء. نحن بعد بعض الوقت ربما نشهد تظاهرة أمام مقر حكومة بنيامين نتنياهو. هل يتوقع أن تكون هذه التظاهرات هي على غرار ما حدث في ساعات هذا اليوم الأولى؟ وما هي مآلات هذه التظاهرات؟ ما هو سقفها؟ بالفعل محمد، يعني نحن نشهد تظاهرات متواصلة منذ صباح هذا النهار، وهي متواصلة حتى هذه الساعة، وقد تستمر بحسب يعني ما أعلنت عنه هذه الحركة الاحتجاجية حتى منتصف هذه الليلة، وستتمركز في تل أبيب أمام مقر وزارة الأمن، ومن جهة أخرى في مدينة القدس المحتلة أمام منزل رئيس الحكومة في الجزء الغربي. يعني هناك تزامن أمام مقر منزل نتنياهو في القدس المحتلة وفي تل أبيب أيضا بوقت واحد. نعم، هي تظاهرات متزامنة في أكثر من ساحة ومن موقع ونقطة في على طول البلاد تقريبا، ولكنها تمركزت تحديدا في منطقة المركز. كان هنالك إغلاق لشوارع رئيسية، نتحدث عن شارع أيلون الذي يشق مدينة تل أبيب وهو شريان مروري رئيسي مركزي في البلاد، كذلك شارع رقم 4 في منطقة الشارون نحو الشمال أكثر من تل أبيب. كان هنالك أيضا محاولة لإحراق الإطارات، كذلك الأمر في القدس. كان هنالك تظاهرات منذ صباح اليوم، ويعني قبل تقريبا ساعة كان هنالك المزيد من المواجهات ما بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية بالقرب من مقر المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي أيضا في نفس المنطقة التي يتواجد فيها مبنى الكنيست الإسرائيلي، حيث قامت الكنيست اليوم بيعني مناقشة والمصادقة على مجموعة من التشريعات التي تتمحور من جهة حول ما يسمى بالإصلاح أو الانقلاب القضائي. نعم. أو التعديلات القضائية في إسرائيل، والتي تقود عمليا المحكمة العليا قوتها استقلاليتها، وتعطي المزيد من الحصانة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام محاكمته، هذا من جهة. وكان هنالك أيضا تشريع لقانون خطير جدا في القراءة التمهيدية، وسيليها ثلاث قراءات أخرى حول إعدام الأسرى الفلسطينيين. بكل أحوال نتحدث عن تصعيد كبير في يعني أدلة هذه المواجهة الإسرائيلية الداخلية، عن حوالي 50 معتقلا إسرائيليا في هذه التظاهرات، إضافة إلى الإصابات. كذلك تصريحات مهمة جدا محمد في الواقع، يعني نتحدث عن تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي السابق بني جانس، الذي قال بأنه الائتلاف الحالي يهرول نحو حرب أهلية، ودعا بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة للجلوس على طاولة واحدة في منزل رئيس الدولة من أجل يعني تجاوز هذه الأزمة. أيضا رئيس المعارضة يائير لبيد أيضا حذر من الانفجار المقبل في إسرائيل، وقال يعني بأن الأمر سيؤدي إلى انفجار. رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال أيضا تحدث اليوم عن أن
في ساعة الحرب تحت حكم ديكتاتوري كما قال، لم يمتثل لي خدمة الاحتياط. إذن الأزمة تتصاعد فعلا والشرخ يزداد في إسرائيل. شكرا جزيلا لك يا زميلة هناء محميد، مراسلة الميادين في القدس المحتلة. صادق الكنيسة الإسرائيلية على القراءة الأولى لمشروع قانون وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير لإعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل الإسرائيليين. ووفق القانون فإن المحكمة العليا تستطيع أن تفرض عقوبة الإعدام على من يقتل على خلفية قومية مستوطنا إسرائيليا. وأقر الكنيسة القانون لكن بشرط أن يتم بحثه في اجتماع للكابينت. معنا من رام الله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية السيد قدري أبو بكر، مرحبا بك معنا على الميادين سيد أبو بكر. إذن القراءة الأولى لقانون إعدام الأسرى أقرت في الكنيسة، وأيضا على الطرف الآخر هناك توتر كبير في ملف الأسرى الفلسطينيين، وهناك خطوات نضالية متصاعدة انطلاقا مع بداية شهر رمضان. كيف ستسير الأمور؟ الامور يعني في تصاعد في داخل السجون، والوضع في غليان. اليوم كان في هناك اقتحام لسجن النقب، وتم حرق بعض الغرف، وهناك دخلت قوات كبيره مدججه الى داخل اسوار المعتقل، والتطورات لسه مش عارفين بالضبط شو اللي حصل، لكن هناك في صدامات في توتر كبير داخل السجن. اما في صحيح القرارات اللي اتخذت اليوم، كان في خلاف حتى الليكود طلب من بوتريتش و الغفير ان يؤجلوا موضوع التصديق على قانون الاعدام، رفضوا بشكل قاطع، مما اجبر الليكود ونتنياهو للقبول وصادقوا عليه بالقراءه الاولى. ومسألة القراءة الثانية والثالثة تحصيل حاصل. الوضع في يعني في تصعيد سواء كان داخل السجون أو خارج السجون. ومسألة الإعدامات هذه يعني الأسرى أصدروا بيان إنه هذا بينهم، مش بالعكس، هذه ممكن تكون بتعري إسرائيل بنفس الوقت بتأجج. هو أنا يعني في الحقيقة كنا سنسأل عن هذا الموضوع، فلسطينيا كيف ينظر لهذه الخطوة؟ ولا بالعكس، احنا بنقول هذه خطوه حتى ممكن تكون ايجابيه وانعكاساتها سلبيه على الكيان، وما بيخشى المناضلين الاعدام. اذكر ايام الانتداب البريطاني لما اعدم المرتلات الزهير وغيره من اخوانه السابق، ومين بده يروح للاول الاعدام. الاعدام حاصل داخل فلسطين، يطبق من ال 67 لليوم شبه يومي. اللي حصل في جنين هو اعدام ميداني، اللي حصل في نابلس اعدام ميداني، اللي حصل في ريحة كله اعدام ميداني، وهو بيمارسوا هذا الاعدام لكن بدون ما يكون هناك قلوني له. حاليا وخصوصا اليوم في مخيم عقبة جبر في أريحة، يعني تم استخدام مدنيين واطفال دروع بشرية حتى، ليس فقط اعدام. صحيح. ويعني سموتريس اليوم دعا بيقول انه يجب على حوارة هذه ألا تكون على الخارطة، يجب إبادتهم، هيك يطرح. وللأسف يعني الأوروبيين والأمريكان والبريطانيين هم مع خطوات إسرائيل ومشجعين لها، ولولا هذا التأييد المطلق من هذه الدول لما اعتمدت إسرائيل أكثر وأكثر. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية السيد قدري أبو بكر. فيما يواصل الأسرى حراكهم لليوم 16 على التوالي، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن وحدات القمع اقتحمت القسم 6 في سجن النقب وصادرت الأجهزة الكهربائية وحولت القسم إلى زنازين، كما اقتحمت القسم 28 في السجن ذاته على وقع أصوات التكبيرات وطرق الأبواب. وأفادت مهجة القدس أيضا بأن قوات القمع اقتحمت القسم 14 في سجن نفحة، واقتادت أمير أسرى الجهاد الإسلامي الأسير القائد سمير الطباسي إلى جهة مجهولة بقرار من الشاباك. إلى ذلك هددت إدارة السجون بقمع الأسرى بعد قرارهم عدم الوقوف للعدد، واستدعت قوات الاحتياط. أكد مكتب إعلام الأسرى أن السجون في حالة غليان والاحتلال يعتمد ويتعمد التصعيد. وقال المتحدث باسم
المكتب السياسي حازم حسنين في تصريح للميادين، قال إن الأسرى قد يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام في الأول من شهر رمضان في حال عدم تلبية المطالب. أعتقد أن الأمور آخذة بالتصعيد، الخطوات متدحرجة نحو تصعيد خطواتها النضالية. أعلنت أنها الآن في تصاعد كبير جدا للخطوات، ربما خلال الأيام القادمة نشهد عمل نضالي داخل السجون موحد نهاية إلى إضراب مفتوح عن الطعام، وهذا دليل على مدى تغول ومدى خطورة الأوضاع داخل السجون. الأسرى يعيشون حالة من الغليان، الأمور آخذة بالتصعيد، الاحتلال ما زال متعنتا في إعطاء الأسرى حقوقهم. إذا لم يستجب الاحتلال لمطالب الأسرى سيكون هناك إضرابا مفتوحا عن الطعام في بداية شهر رمضان المبارك. على نطاق واسع تتفاعل المعركة التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال، حيث نظمت في قطاع غزة فعاليات شعبية وفصائلية داعمة للأسرى، حملت خلالها الفصائل الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سياساتها العنصرية بحق الأسرى. أكرم دلول والتفاصيل. في السجون الإسرائيلية تدخل معركة الأسرى منعطفا جديدا، وخارجها يتفاعل المشهد شعبيا وفصائليا وسط تأكيد على أن إجراءات بن غفير العنصرية لن تمر مهما كان الثمن. الأسرى يقاتلون، فمن يحارب الأسرى في لقمة الخبز وشربة الماء ويسعى لإقرار قانون الإعدام سيدفع ثمنا غاليا. هذا ما شددت عليه الفصائل الفلسطينية التي أكدت أنها تراقب السلوك الإسرائيلي الجاري في السجون. ولن تسمح هذه المقاومة أجنحتها العسكرية بتمادي العدو السجون ضد أسرانا ستقول كلمتها، وسبق أن قلنا كلمتها، والمقاومة صادقة في التصدي لبن غفير وكل مؤسسة صهيونية من خلال طبعا قدرتها على المراقبة وقدرتها على الحسم في اللحظة المناسبة. المجلس التشريعي في غزة دعا العالم إلى لجم سياسات حكومة نتنياهو، محملا إياها مسؤولية التبعات لعدوانها على الأسرى. المذهب الصهيوني هو مذهب تعذيب الإنسان أينما كان، لا يحل هذه القضية إلا المقاومة بكل أشكالها. أما هنا فتتفاعل معركة الأسرى قانونيا، حيث تؤكد المراكز الحقوقية أن ما يجري في سجون الاحتلال يمثل جريمة وتعديا على القوانين الدولية كافة. المطلوب على كل الصعود تضامن ووقفة جادة إلى جانب المعتقلين في سجون الاحتلال وإعلاء الصوت وفضح تلك الانتهاكات أمام كل أصحاب الضمائر وأصحاب الحق في العالم. هي حالة من التعبئة الشعبية والفصائلية التي تسبق معركة الإضراب الكبرى المقررة أن تبدأ مطلع شهر رمضان المبارك. أكرم دلول، غزة، الميادين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحة بمنطقة الأغوار بمساندة آليات عسكرية، حيث اندلعت اشتباكات مع سكان المخيم. جيش الاحتلال زعم أن المعتقلين هم الذين نفذوا عملية إطلاق النار في أريحة الاثنين الماضي والتي أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي. ونفت مراسلة الميادين ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية عن استشهاد فلسطيني خلال عملية الاقتحام هذه، فيما سمع دوي إطلاق نار كثيف خلال حصار مبنى سكني في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحة. الحرب في الشرق الأوسط أقرب مما يعتقد بحسب تعبير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، استنتاج خلص إليه كاتب التقرير من خلال اطلاعه على مناقشات مؤتمر مجلس الأمن الإسرائيلي الأخير ولقاء مع بنيامين نتنياهو. خطر مثل هذه الحرب يفرض على الإدارة الأمريكية تحديات جوهرية في ظل تراجع هيمنتها وتقدم التنسيق الروسي الصيني الإيراني ونمو محور المقاومة. الغرق المتواصل للإدارة الأمريكية في الحرب الأطلسية على روسيا تغذيه بوادر فيضانات ومخاطر جيوسياسية تمتد من الصين إلى الشرق الأوسط.
واشنطن التي تتداعى دعائم هيمنتها على العالم تواجه خيارات فتح جبهات عديدة قد لا تتوافر لها إمكانات إدارتها بنجاح وسيطرة، ليس مع بكين التي تمتلك كل عوامل القوة في المواجهة مع أمريكا فحسب، وإنما في قاعدتها التاريخية في غرب آسيا، حيث تحولات موازين القوى والتحالفات لم تعد في صالحها. الحرب في الشرق الأوسط أقرب مما يعتقد بحسب تعبير وول ستريت جورنال، استنتاج خلصت إليه الصحيفة من خلال اطلاعها على مناقشات مؤتمر مجلس الأمن الإسرائيلي الأخير ولقاء مع بنيامين نتنياهو. خطر مثل هذه الحرب يفرض على الإدارة الأمريكية تحديات جوهرية، أخذا بعين الحسبان موازين القوى والتحالفات الجديدة في المنطقة، تنامي القوة والصلابة في محور المقاومة عسكريا وسياسيا من فلسطين إلى لبنان وسوريا وإيران واليمن، يتكامل بالتنسيق والتفاهم مع روسيا والصين، وهو ما يدفع المحللين الأمريكيين إلى القناعة بأن النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة في مأزق، لكنها قللت من خطر التهديد وأساءت فهم أسبابه. واقع دفع صحيفة وول ستريت جورنال إلى التقدير بأن فهم مدى ضعف أسس القوة الأمريكية ينبع من أن الصين وروسيا وإيران وفنزويلا وسوريا مستعدة للتعاون من أجل إضعاف الهيمنة الأمريكية التي استاءوا منها واحتقروها. فهل يدفع ذلك إلى تورط واشنطن بحرب في الشرق الأوسط بكل ما يعني ذلك من عبء استراتيجي يتزامن مع أخطر أزمة عالمية فجرتها في أوكرانيا؟ أم يوكل صناع القرار في البنتاغون حربهم في المنطقة إلى حلفائهم؟ حلفاء في مقدمهم إسرائيل قد لا تسعفهم أزماتهم الداخلية ولا موازين القوى في تحقيق أي من أهداف حرب جديدة. الآن إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي. أكد الجيش الروسي أنه صد هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم. وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان إنها أحبطت محاولة من قبل كييف لشن هجوم مكثف بطائرات من دون طيار على منشآت في شبه جزيرة القرم، وأكدت أنه تم إسقاط 6 طائرات مسيرة وتعطيل 4 أخرى بوسائل إلكترونية. أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا اليوم عن قلق موسكو بشأن البيانات التي تشير إلى أن استفزاز كييف بالمواد المشعة يمكنه أن يحدث قرب إقليم ترانسنستيريا، حيث اتهمت كييف بتصعيد التوتر هناك. وتساءل زاغاروفا عما إذا كانت الموانئ الأوكرانية التي تشارك في صفقة الحبوب تستخدم لغرض آخر غير الغرض الإنساني. ميدانيا تقدمت قوات الجيش الروسي في بلدة كريمينيا بلوغانسك بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية روسية. قائد عسكري روسي أكد أن القوات المظلية في الجيش وبدعم من لواء المدرعات في لوغانسك أحرقت المواقع ومنطقة الدمار الممتدة على 40,000 متر مربع، فيما استهدفت دبابات T-90 مواقع المسلحين. من جهتها أكدت كييف على لسان أحد مستشاري الرئيس الأوكراني أنها قد تسحب قواتها استراتيجيا عند الضرورة من أرتيوموفسك. وقال مستشار الرئيس الأوكراني ألكسندر روديانيسكي في حديث تلفزيوني أنه لا يمكن التضحية بالعسكريين عبثا، فيما تعمل روسيا على تطويق مدينة أرتيوموفسك. وكان قائد القوات البرية الأوكرانية قد وصف الموقف في بخموت بأنه محتدم بشدة، وذلك بعدما أكدت قوات جمهورية دونيتسك أن جميع الطرق المؤدية إلى باخموت أصبحت تحت سيطرتها النارية. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو مستعدة للتواصل وتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة عن معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة النووية. وأشار ريابكوف إلى أنه لم يكن هناك حاجة إلى إجراء حوار منتظم في هذه القضية، وأكد أن بلاده لن تراجع موقفها بشأن الانسحاب.
إلى المغرب، حيث أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة أن بلاده ليست طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا. بوريطة أشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للخارجية النمساوية إلى أن المغرب يتعامل مع هذا النزاع كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين. المغرب ماشي طرف في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، والمغرب لا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع المسلح. المغرب يتعامل مع هذه القضية كأنها قضية اللي كتأثر في الأمن والسلم الدوليين، عندها آثار مهمة حتى اقتصادية واجتماعية، ولما كتمس بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة، المغرب كيعبر بشكل واضح على موقفه من خلال تصويت إيجابي. إلى جلسة مجلس الأمن الدولي انتقل الخلاف الروسي الأمريكي، وهذه المرة بشأن إمكانية التبرع بأسمدة روسية إلى سوريا، إذ انتقدت موسكو العقبات التي تضعها الولايات المتحدة أمام شحناتها من الأسمدة. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، دعا نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الأمانة العامة إلى معالجة مشكلات العواقب السلبية للعقوبات على سوريا وضمان وصول شحنة الأسمدة. هذا فيما نفى نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود أي دور لبلاده في تأخير وصول الشحنة. لا يمكن التبرع بأسمدة عالقة في الموانئ الأوروبية إلى سوريا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون قيصر. ندعو الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى معالجة مشكلات العواقب السلبية للعقوبات على سوريا وضمان وصول هذه الشحنة. الولايات المتحدة ليست السبب في أي تأخير لقدرة روسيا على إيصال الأسمدة إلى سوريا. إذا أرادت روسيا التبرع بالأسمدة فلتفعل. ينبغي لها العمل مع الأمم المتحدة مباشرة لتوزيع التبرعات الزراعية على شركائها المحليين داخل سوريا. دول أوروبية بينها فرنسا تعتزم إعادة إحياء العمل بالطاقة الذرية، يتزامن ذلك مع وصول أول مفاعل نووي إلى بريطانيا منذ عشرات الأعوام. قضية الانتشار النووي حول العالم تعود إلى الواجهة من جديد. فرنسا وعشر دول أوروبية أخرى معظمها في شرق القارة العجوز، بينها بلغاريا وكرواتيا ورومانيا، تعتزم إعادة إطلاق أوروبا الذرية. دول أكدت رغبتها في تعزيز التعاون في المجال النووي بهدف رسم خط فاصل مع الدول التي تملك رأيا مغايرا، وفي مقدمها ألمانيا التي تفضل تركيز جهودها على مصادر الطاقة المتجددة. تحالف الدول الإحدى عشرة يستذكر معاهدة يوراتوم التي أبرمت عام 57 من القرن الماضي، وبموجبها أسست الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية لإنشاء سوق متخصص للطاقة النووية في أوروبا. مسؤولون أوروبيون يرغبون في استكشاف برامج تدريبية وصناعية مشتركة، فيما عبرت دول عديدة عن رغبتها في إحياء العمل بالطاقة الذرية التي تمثل حاليا ربع إنتاج الكهرباء في أوروبا، وهي طاقة منخفضة الكربون يمكن التحكم فيها وفقا لمؤيديها، فيما يسلط منتقدوها الضوء على مسألة السلامة والنفايات المشعة. وليس بعيدا من جدل المؤيدين والمعارضين، وصل أول مفاعل نووي إلى بريطانيا منذ 30 عاما، خطوة ترى فيها لندن ضرورة لتحقيق البلاد خطط استقلال الطاقة وأمنها خلال السنوات المقبلة، كما تفتح الباب أمام دول أوروبية عديدة لإحياء العمل بالطاقة الذرية. هذه النشرة مستمرة من الميادين، لكن بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم. وإلى إيران، حيث أعلنت وزارة الخارجية طرد دبلوماسيين ألمانيين من طهران
على خلفية تدخل الحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية للبلاد. وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت السفير الألماني في طهران وأبلغته قرار طرد 2 من الدبلوماسيين بوصفهما غير مرغوب بهما كرد على ما اعتبرته طهران تدخلا غير مسؤول في الشؤون الداخلية والقضائية الإيرانية. وقالت الخارجية إن إيران ستتصرف بحزم واقتدار مع التجاوزات. نبقى في إيران، حيث انتهت المناورات الجوية المسماة المدافعون عن سماء الولاية 1401، وأعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي في إيران العميد قادر الرحيم زادة أن هذه المناورات حققت أهدافها، إذ أثبتت القوات المشاركة قدراتها وانسجامها في حماية سماء إيران وأمنها. وقال زادة أن رسالة هذه المناورات هي أن إيران مستعدة على مختلف الصعد للدفاع عن أجوائها، وهي مستعدة للرد الحاسم والمدمر على أي اعتداء. عبر الأسطول البحري 86 التابع لبحرية الجيش الإيراني من قناة بنما ورسى في ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل. الأسطول البحري المكون من سفن دنا ومكران يعد أول أسطول عسكري إيراني يصل إلى قارة أمريكا تاريخيا. وكان الأسطول قد بدأ جولته التي تهدف إلى عبور المحيط الهندي والأطلسي والهادئ منذ أيلول سبتمبر الماضي. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أغلقت. إسلامي قال إن وفود الوكالة التي زارت طهران أخيرا نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران. اليورانيوم المخصب بنسبة 84% هو عينة مأخوذة من أحد الصمامات. إنه جسيم لا يمكن رؤيته حتى تحت المجهر. ما يهم هو المنتج الذي يخزن بعد الإنتاج. المفتشون فحصوا مستوى التخصيب بالمواد المعالجة وأدركوا أنها لم تتجاوز 60% على الإطلاق. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران يوم الجمعة المقبل لحضور اجتماعات رفيعة المستوى. غروسي سيلتقي خلال الزيارة المسؤولين الإيرانيين لمناقشة مختلف القضايا. قدمت إيران أمام مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف خطوطها العريضة لسياساتها في الملف النووي، وأكدت أن برنامجها سيبقى مدنيا إلى الأبد وأنها مستعدة لاستئناف مفاوضات فيينا، وحذرت إسرائيل من أي هجوم على المنشآت الإيرانية. موسى عاصي والتفاصيل. وضعت إيران خطوط استراتيجيتها في الملف النووي في هذه المرحلة التي ارتفعت فيها حدة الاتهامات الغربية بأن إيران تقترب من إنتاج سلاح نووي. أهم ركائز هذه الاستراتيجية هي أن البرنامج النووي هو برنامج مدني وسيبقى مدنيا إلى الأبد، بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمام مؤتمر نزع الأسلحة المنعقد في جنيف. عبد اللهيان أكد استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات فيينا، لكنه وضع الكرة في الملعب الأمريكي. إن الوضع الحالي لخطط العمل الشاملة المشتركة هو نتاج سياسات الولايات المتحدة وسوء تقديرها، لكن يمكن معالجة القضايا القليلة المتبقية بسهولة. لذلك ومن دون أي شروط مسبقة ومن خلال حسن النية وتصميم جميع الأطراف، يمكن اتخاذ الخطوات النهائية للمحادثات، وتحتاج الولايات المتحدة إلى الإرادة والقوة لاختتام هذه المحادثات، ونحن نظل على استعداد للاستمرار حتى إبرام الاتفاق. الوزير الإيراني حذر إسرائيل من مهاجمة المنشآت الإيرانية لأنها ستدفع ثمنا باهظا لا يطاق كما قال. وأمام مؤتمر نزع الأسلحة الكيميائية اتهم وزير الخارجية السوري منظمة نزع الأسلحة بأنها سقطت في فخ الاستقطاب السياسي. أن تجربتنا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت يوما بعد يوم وتقريرا إثر تقرير أو تلفيقا إثر تلفيق، إذ ليس بمقدورنا تسمية ما يصدر عن المنظمة بتقرير. سقوط القائمين على إدارة هذه المنظمة في فخ الاستقطاب والارتهان السياسي
وخضوعهم لسياسات وإملاءات دول غربية ناصبت سوريا العداء. وزير الخارجية السوري حمل بدوره الدول الغربية مسؤولية تعثر المفاوضات مع إيران. في مؤتمر نزع الأسلحة حددت إيران خطوط سياستها في المجال النووي، استعداد دائم للعودة إلى مفاوضات فيينا، والكرة في الملعب الأمريكي، تحذير لمجلس المحافظين في وكالة الطاقة الدولية من اتخاذ أي قرار غير حكيم، وتهديد مباشر لإسرائيل من ارتكاب أي عدوان أحمق على المنشآت الإيرانية. موسى عاصي من مقر الأمم المتحدة في جنيف، الميادين. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها في 14 من مايو أيار المقبل، متهما المعارضة باستغلال كارثة الزلزال. أردوغان كشف في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه أنه قد حصل بعض التأخر في التعامل مع الزلزال، ولكن تم تدارك النقص. في 14 من أيار مايو سيقول الشعب كلمته ويرد على المعارضة التي تستغل كارثة الزلزال. لقد حصل بعض التأخير في التعامل مع الزلزال، ولكن جرى تدارك النقص، وستتم عملية إعادة الإعمار في أقصر وقت ممكن. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد من العاصمة العراقية بغداد التزام الأمم المتحدة بدعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين. صلاح الخزاعي والتفاصيل. تضامنا مع الشعب العراقي والمؤسسات الديمقراطية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يزور العراق بدعوة رسمية من بغداد. مباحثات مع رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب، فضلا عن زيارات لمخيمات النازحين في إقليم كردستان العراق. ندرك حجم التحديات التي يواجهها العراق نتيجة عقود من الحروب، ولا يمكن أن نتوقع أن تحل هذه المشكلات بين ليلة وضحاها، لكن هناك أمل بتحقيق التقدم، ويشجعني تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها الإصلاحي. نعمل على جمع الفرقاء والآراء المتناقضة في العراق الذي نرى أنه يلعب دور ريادي بين الأشقاء والأصدقاء. الأمم المتحدة أكدت التزامها بدعم جهود العراق في تعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين، فقد أوضح أمينها العام بأنه يرى اليوم عراقا مختلفا. أن هذه الزيارة تأتي لكي تؤكد دور العراق الفاعل على النطاق الإقليمي والدولي، خاصة العراق أصبح حلقة وصل، إضافة إلى ملفات أخرى هي ملفات النازحين وملف المشاكل العالقة ما بين المركز والإقليم. رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وبعد مباحثات مع غوتيريش أشار إلى أن العراق مفتاح للحل في المنطقة، إذ يؤدي دورا رياديا بين الأشقاء والأصدقاء. سياسة التوازن في العلاقات الخارجية شجعت المجتمع الدولي بحسب مراقبين على تعزيز دور العراق في ملفات أكثر أهمية في المنطقة من خلال دعم استقراره الداخلي. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين. أفاد مراسل الميادين في صنعاء بأن مسيرات تابعة للتحالف السعودي قصفت منطقة الحجلة في مديرية رازح الحدودية غربية محافظة صعدة. إلى ذلك استشهد 3 مدنيين بنيران الجيش السعودي في مديرية شدة الحدودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن، بحسب قناة الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة صنعاء. يزداد المشهد في تونس انقساما وغموضا بشأن قضية التآمر على أمن الدولة، ولا سيما في ظل تسرب معلومات عن اتصالات أجراها الموقوفون مع الخارج في مسعى لتغيير المشهد السياسي في البلاد، معطيات تنفيها هيئة الدفاع عن الموقوفين وتتمسك بتأكيد أن القضية مفابركة لتصفية خصوم الرئيس. عماد شطارة والتفاصيل. لم يعتمد بيان الخارجية التونسية خطاب الإدانة أو الاستنكار، ولم يلوح بسحب الاعتماد من دبلوماسيين أجانب على خلفية اتصالاتهم مع عدد من المتهمين بالتآمر على أمن الدولة.
إلا أنه جاء ليضع النقاط على الحروف مذكرا بالمواثيق الدولية التي تنص على واجب احترام قوانين الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ثلاثة سفراء حاليين وثلاثة سفراء سابقين وقائم بأعمال ومستشارة سياسية يقولوا أنهم تواصلوا معهم بصفات فردية معناتها في إطار ربما عملهم الدبلوماسي. محاضر البحث التي تسرب البعض منها إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو التي كشف أعضاء هيئة الدفاع عن جزء من فحواها زادت المشهد غموضا لتحدث انقساما في المواقف بين من يؤكد وجود تآمر على أمن الدولة جرى فيه تنسيق مع الخارج ومن يتحدث عن ملف خال من قرائن الإثبات. هذا التدشين لقضاء التعليمات ونعيش مرحلة جديدة من استهداف المعارضة السياسية وتخوينها، واليوم يزج بقادة سياسيين معارضون للانقلاب لا جريمة لهم ارتكبوها إلا أنهم قالوا لا لهذا الانقلاب. لا يجب أن نذهب إلى ما تعود به البعض في التعامل مع الخارج خاصة وكأن إشهار الأسلحة هو الجريمة، ولكن الكل يعرف أن التعامل في خارج قوانين الدولة وأعراف الدبلوماسية ومحاولة خلق بيئة سياسية أخرى ليس بالقوة الذاتية التونسية هو شروع في الجريمة، وهو جريمة من نوع الحرب الناعمة. بين توقعات بأن تتوسع قائمة الموقوفين الذين ستشملهم الأبحاث في القضية وتلويح في المقابل من هيئة الدفاع بكشف كل محاضر البحث وإطلاع المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج عليها، يبدو أن القضية مرشحة لتخطي إطارها القضائي إلى مربع السجال الإعلامي والحقوقي. إلى الضغط عبر الشارع تتجه المعارضة التونسية من خلال الدعوة إلى تحرك في شوارع العاصمة الأحد المقبل، فهل يمكن التعويل على الضغط الشعبي لقلب المعادلة في قضية متشعبة يلفها الغموض؟ عماد شتارة، تونس، الميادين. أنهى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مسيرته الرسمية بعد 12 عاما نجح خلالها في تحقيق الكثير من الإنجازات الأمنية والسياسية، فما أبرز ما طبع تلك المسيرة؟ نتابع مع عباس الصباغ. طوى اللواء عباس إبراهيم مسيرة حافلة بالإنجازات والتحديات استمرت 12 عاما على رأس المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وغدا سنكمل المشوار في ميادين أخرى متعددة لإعلاء شأن لبنان كما كانت صيرورته الصارخة حضارة وانفتاحا وإبداعا في كل أرجاء المعمورة. هذا هو لبنان وسنعيده جميعا سنعيده كما كان وأحسن مما كان، وكل هذا لن يتم إلا بالحوار ونبذ الكراهية والعنف والوحدة الوطنية. لم يكن الرجل أمنيا وحسب، وإنما أدى أدوارا كثيرة على مدى عقد ونيف. تحرير المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية كانت من إنجازاته، بدءا من تحرير مخطوفي أعزاز عام 2013 مرورا بتحرير راهبات معلولة وصولا إلى استعادة حرية العسكريين اللبنانيين الذين أسرتهم جبهة النصرة. نشاط اللواء إبراهيم لم يقتصر على تحرير المخطوفين اللبنانيين والسوريين، وإما تعدى ذلك إلى أستراليين وتشيكيين وألمان وغيرهم. في عهده أوقف الأمن العام عشرات المتعاملين مع تل أبيب، وبرع في الأمن الاستباقي في مواجهة الجماعات الإرهابية، ما أدى إلى إحباط أكثر من مخطط إرهابي في غير منطقة لبنانية، كما نظم الجهاز العشرات من رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين. مد اللواء جسور التواصل مع القوى الداخلية والخارجية إلى أن عرف بوسيط الجمهورية. فوقفتم سدا منيعا في وجه الإرهاب والجريمة المنظمة وصد العدو الإسرائيلي وتوقيف عملائه وجواسيسه، وعملتم على وأد الأحداث التي حاولت قوى الشر إشعالها في لبنان وبين اللبنانيين. وختم إبراهيم مسيرته بالإسهام اللافت في ملف تثبيت حدود لبنان البحرية الجنوبية والحفاظ على ثروته بالاستناد إلى عناصر قوة البلاد. عباس صباغ، بيروت، الميادين. رفع الرسوم الجمركية والتسعير بالدولار في المتاجر خطوات إضافية اتخذتها الدولة اللبنانية لمواجهة تداعيات الأزمة على القطاع الحكومي والمؤسسات الرسمية، والثمن يدفعه المواطن اللبناني. حسان الرفاعي.
لا تأتي المصائب فرادى على المواطن اللبناني، فمع استمرار انهيار الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية بحيث وصلت إلى ما يقارب 90,000 ليرة مقابل الدولار الواحد، خرج خبر مضاعفة الرسوم الجمركية 3 أضعاف، أي 45,000 ليرة لبنانية، لينعكس بشكل مباشر على السلع الحياتية. اليوم رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى المزيد من تآكل القدرة الشرائية اللي هي تآكلت بنسبة 95%، وهذه قد تزيد تآكلها بنسبة 2-3%. رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بمتوسط تتراوح ما بين 10-20%. قياسا بالاستيراد السنة الماضية تحققت إيرادات جمركية بحدود 500 مليار ليرة، هذا الارتفاع ممكن يؤدي أن الإيرادات الجمركية ترتفع إلى 14,500 مليار ليرة. قرار رفع الرسوم الجمركية تزامن مع إعلان وزير الاقتصاد السماح للمتاجر بالتسعير بالدولار، وإن كان ذلك لا يلزم المواطن الدفع بالعملة الصعبة، إلا أنه أجاز للمتاجر اعتماد سعر صرف السوق السوداء لمن يرغب، لتشكل هذه المتاجر ثاني اعتراف رسمي بالسوق السوداء بعد محطات الوقود. المواطن راح يشوف انه في فوضى كثيرة من ناحية التسعير، الاسعار ما راح تكون واضحة لانه القرارات مش واضحة بما يخص الدولار الجمركي، والتزامن مع موضوع الدولارة الاسعار كمان هذا راح يزيد من الفوضى، راح يسمح للتجار انه يزيدوا الاسعار بشكل عشوائي، وبالتالي انا بعتقد انه بمجرد ما راحوا بالدولارة يعني معناتها ضربوا الليرة اللبنانية، ضربوا اي امكانية لاستثمارات مستقبلية بلبنان الا من باب الخصخصة. بين زيادة تكاليف الاستيراد والتسعير بالدولار انكسر حاجز الرحمة بالمواطن، وباتت الدولة على طريق الاعتراف بالسوق السوداء التي تصب في صالح التجار والدولة عبر رفع مداخيلها، ويبقى المواطن وحيدا في مواجهة أزمات تكاد تخنقه، فيما الدولة بمكوناتها السياسية الراهنة تبدو بعيدة كل البعد عن هموم الناس واحتياجاتهم. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين. بهذا تكون النشرة انتهت، نذكر بعناوينها. شرطة الاحتلال تقمع الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو، والكنيسة يصدق بقراءة أولية على قانون عقوبة الإعدام بحق المقاومين الفلسطينيين. الدفاع الروسي تعلن صد هجوم مكثف بطائرات مسيرة تابعة لكييف على شبه جزيرة القرم. طهران تطرد دبلوماسيين ألمانيين على خلفية تدخل برلين في الشؤون الداخلية، وتؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أردوغان يعلن أن الانتخابات الرئاسية التركية ستجرى في موعدها في أيار مايو المقبل، ويتهم المعارضة باستغلال كارثة الزلزال. دائما الميادين .net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.